هل بالفعل ما تريده الحكومة الفرنسية، بما أنه بنتحدث ما زلنا عن فرنسا، ما تريده الحكومة الفرنسية كافي لتجنب هذه الضغوط الاقتصادية فيما يتعلق بالمتقاعدين؟ نعم، تحية لك إيمان وشكرا على الاستضافة، وتحية لضيوفك أيضا. أعتقد عند رؤية الواقع بمنظار أبعد أن المشكلة الحقيقية هي اختلال التوازن الاقتصادي في أوروبا وفي فرنسا. هذا الأمر دعا دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا إلى التفكير في حلول أخرى لتخفيف نفقات الدولة التي جزء منها يذهب أيضا لدفع في الضمان الاجتماعي وفي رواتب المتقاعدين. فتأجيل المشكلة أو تأجيل الخلل الحالي فقط في الإجراءات الموجودة أو التي نسمع عنها والمعتقد بأنها ستطبق. هناك ضغوط اقتصادية على القارة الأوروبية، ظروف اقتصادية غير تقليدية على القارة الأوروبية، في نفقات إضافية، في اختلال الميزان التجاري بشكل كامل للدولة من مستوردات من الطاقة ومن الغذاء تفوق قيمة الصادرات من المنتجات الأخرى لهذه الدول. هناك نفقات أخرى عسكرية سواء في مساعدة أوكرانيا أو حتى في تجهيز هذه الدول بذاتها، تجهيز جيوشها، إعادة بناء جيوشها كما يحدث في ألمانيا التي ستنفق 200 مليار دولار في هذا العام. كانت من المتوقع أن تنفق هذه المليارات على البنية التحتية وعلى رفاهية المواطنين. هذا الأمر دعا القادة في أوروبا إلى التفكير بشكل جدي لمحاولة استباق الأزمة التي قد تحدث إذا ما لم تستطع الدولة دفع رواتب المتقاعدين في وقت لاحق أو وقت مبكر. الديون التي تراكمت على الاتحاد الأوروبي بلغت قرابة 94% من الناتج المحلي الإجمالي من الجي دي بي، وأضيف فقط في العام الماضي 2022 500 مليار دولار ديون على هذه الدول، نصف تريليون. فبالتأكيد يعني أعتقد بأن المشكلة أكبر من أن توصف فقط في موضوع يعني تأجيل فترة أو عمر المتقاعدين من الضمان الاجتماعي.